أنا والله شباب، كيف ما شاء الله بخير؟ رحت لكم بمقطع جديد. مقطع اليوم رح يكون عن لعبة جنشن امباكت. باختصار المقطع حيكون بما انه اليوم مر سنة على نزول جنشن امباكت، فحنشوف جوائز المقدمة وهل فعلا الشركة خدعتنا وعندها كتير اشياء اللي تقدمها ما قالتها، او بس اللي قالته هو كل شيء. خلونا نشوف. بحب اقول لكل المهتمين بعالم جنشن امباكت والانمي انه في تطبيق اسمه امينو وعليه في منتدى خاص بجنشن امباكت وعالم الانمي. طبعا هذا اعلان غير مدفوع، لسه ما وصلنا لهالمرحله، بس بصراحه المنتدى جدا رائع ويستحق انه احكي عنه. ببداياتي ساعدني بنشر المقاطع. حاليا المنتدى فيه اكثر من 1000 عضو، وان شاء الله مع الوقت المنتدى بيصير اكبر واكبر يا رب. وكمان في بالمنتدى كثير شروحات واشياء ممكن تفيدك كلاعب جنشن امباكت جديد او خبير باللعبه على حد سواء، يعني اي شيء يمكن انت مو فاهمانه باللعبه ممكن هون تلاقي الناس تساعدك فيه. على كلين رح يكون رابطه بالوصف لكل المهتمين في انهم يدخلوا المنتدى، وفي دردشات اونلاين وفيكم تستمتعوا مع كثير ناس سواء عن الانمي بشكل عام وعن جنشن امباكت. وبس خليكم مع المقطع. اذا بندخل على الميل اول شيء، او قبل ما ندخل على الميل، اذا بندخل على الاحداث الايفنتات، هذا الايفنت الاساسي تبع هالحدث او تبع التحديث. ثاني مره بخربط فيها، مقطع امبارح مقطع اليوم. المهم اذا بندخل لهون ما لنا علاقه بهالايفنت، بننزل لهون. هي جوائز الذكرى السنوية، تسجيل يومي لسبعة أيام، أول يوم وش، ثاني يوم 80,000 مورا، ثاني يوم وشين أو ثالث يوم وشين، رابع يوم 18 كريستالة، خامس يوم وشين، سادس يوم 8 كتب تطوير، وسابع يوم 5 وشات، يعني باختصار 10 وشات. وهالموارد اللي شايفينها قدامكم، هل تستحق أن تكون ذكرى سنوية أو جوائز للذكرى السنوية؟ أكيد لا. المهم يعني هي لا تستحق، بس حناخدها وحناخدها، يعني اكيد ما حتخلى عنا، فهي بنكون اخدناها للوش وهي ربحنا وش. المهم بندخل لهون على الميل، بنشوف انه مرسلي لنا رسالتين. هلا هي متعلقه باياكا فاستلم ولا بيهمني، بس الموضوع هون الانيفرسي ويب ايفنت. طبعا ما حيكون الايفنت جوا اللعبه، حيكون بالويب برا. طبعا معك 6 ايام لتساوي وبعدين حتختفي هي. طيب هون عميل لك انه حدث الذكرى السنويه، وروح شوف جوائز الانيفرسري على الويب والبريم وجم وجوائز تانية. هون عم يقول لك انه مر على انه الترافلر ضاع، وبدت قصته للترافلر 365 يوم اللي يعادل السنه، وبتضغطوا هون فبياخذنا على الايفنت. هلا هون حاطط لنا شرح للايفنت وموعد بدايته ونهايته، حيبدا ب 28/9 ورح ينتهي ب 12/10، يعني حيبدا اليوم وحينتهي بعد ما يقرب 14 يوم. هون عم يقول لك انه لازم يكون رانكك 10 او فوق لحتى تحسن تلعب الايفنت. وهون عم يشرح لنا الحدث، والحدث بيقول انه بصفحه الحدث حيكون في مثل فيديو رح ينعرض على المسرح يعني، ورح ناخذ الجوائز تبع الذكرى السنويه بعد ما نشوفه، وباقي التفاصيل بنلاقيها جوا، فخلونا نستلمها وبعدين نروح على الرابط. في حال ضغطنا على الرابط بيفتح لنا هي الصفحه مثل ما شايفين، بنقول له ادخل الى الحدث او ادخل الى المسرح. لحظه خلوني اوطي الصوت، الصوت عالي بشكل زياده عن اللزوم. هذا اوطى شيء تقريبا بحسن حطه، او والله ما بعرف اطفي الموسيقى ولا لا، حاطفيها لانه بخاف تكون بتاثر على كلامي وهالشيء ممكن يضايقكم. المهم هلا خلينا نركز هون. عم يقول لك انه هون ببين لك المده اللي انت بديت تلعب فيها او التاريخ اللي انت بديت تلعب فيه اللعبه. عم يقول لي انه ب 26/12/2020 انت اجيت من عالم ثاني وصرت الترافلر بتيفات، وانه بدك تلاقي اختك يعني وبدات رحلتك. هون عم يقول انه رحلتي صار لها 273 يوم، وعم يقول لك هون انه عش افضل لحظاتك مع تيفات. فلنشوف ممكن يورجينا استعراض للأحداث اللي صارت معي يعني مثلا. لحظة رح تشغل الموسيقى عشان تبين الأحداث. طيب التقينا بالوحوش، هلا كمان بدي قاتل. هي البداية حرفيا، هون عم يحكي لك كل شيء بالتفاصيل عنك. لحظة رح احط الموسيقى ما طلعت بتفرق. طيب كمل. طبعا اللي مهتم فيه انه يقرا القصة يعني، انا عن نفسي ما حقراها بس حشوف الأشياء المهمة فيها. هذا الولد قصته كتير خرافية، طريقة حلوة الصراحة، عاملينه بطريقة حلوة. طيب بس ما فينا نعمل سكيب على ما يبدو. لا طيب خلونا نتفرج. اكت 3، اسرع حدث بشوفه بحياتي. فيشل، بنت، كاثرين عم يحكوا عن ريزر، وصلني رسالة على الجوال، ديلو كوكايا، ديونا. أيولا وأمبر وليسا وعم يحكوا عن ولا حدا. عم يحكوا إنه هلأ ب 26/7 وصلت لليفل عالم 8 قالوا. 26/7 والله ماني متذكر التاريخ، بس انه هلا ذكروني فيه.
طبعا ليفل عالمي 8 اللي هو اعلى ليفل عالم موجود بجينشن امباكت. فينتي وعم يقول لك انه ب 28 ما لحقت اشوف التاريخ وصلت بهذا البرج الرئيسي لليفل 10. روزاريا وباربرا ما بقى ولا شخصية، لا بقى كثير شخصيات. طيب وبعدين هلا هون عم يقول لك انه انت لن تبقى في مكان واحد لفترة طويلة ووجهتك التالية هي لحط ليوي. لا لا تقولوا لي هلا بدنا نلف على ليوي ودراغون سبين وما الى اخره، لا اله الا الله. اذهب جنوبا او غربا، روح جنوبا. ما بعرف هلا انا ليش لحتى اتذكر قصتي، انا نفسي غير مهتم بها. يلا عم بعرض لكم اياها، اتمنى ان تستمتعوا بها. لحظة بايمون عم تحاول تشده، محاولة فاشلة. شاو أحلى شي زونغلي أفضل شخصية، عم تتفرج على شينيان، ما لقيت غير شينيان. بس يلا المهم ما عم تهتف له، عم تكتشف مين عندك. غانيو كيتشينغ، خلص هذا تاني أكتر إيفنت محبوب بعد إيفنت مبارح. نينغوانغ، طب مين هلا الشخصية الجاي؟ خلونا نتوقع مين مين مين. اتوقعت شينغ يونغ وشينشو، انا كنت متوقع شينغ لينك كمان، شوفوا كنت متوقع بس ما لحقت احكي لكم. هلا حتطلع، ما بعرف مين بقى شخصيات من ليوي. هوتاو ممكن، هوتاو تطلع هلا. هوتاو اصلا من ليوي ولا مونستاد؟ مو مهم، المهم يينفي شخصية خرافية، ووقتها مهمتها هي اللي نقلتنا لعالم البيت. فايب انتقلنا الى عالم المنزل. تعرفوا اني مو مهتم بكل هالتفاصيل، ممكن ننتهي. طيب اطلع من عالم البيت. هلا هي انازوما المفروض، يب كذا هوبيدو جابونا لهون، وهي سايو. معناتها هلا المفروض يويميا وآياكا وتوهاما اللي لسه ما نزل، هون عم يعلمونا وقت شلون نفتح شيستات، لهلا ما فتحتهم. طيب لنكمل الرحله وننتهي بقى. يويميا يب مثل ما توقعت، صرنا بالاكت في اي اي، يعني المفروض اكت 8 على ما اظن. يب 8، كانه هي سكروز بتشبهها، لا او باوزو العنصر دندرو، وهي كيميتسو اياكا، وهي كلب توهما. توهما صححوا لي بالاسماء، يمكن انا بخربط احيانا بالاسماء، بس ما احسن احفظ اسماء الشخصيات اللي لسه ما نزلت بالتفصيل الممل. المهم رايدن شوغن الاسطوره اي او بال او ايا يكن، وسارة اللي لهلا مالي متعمق بطريقه لعبه ولا بدي اتعمق حاليا، يمكن الشخصية الوحيدة اللي ما عندي معلومات كافية عنها حاليا اللي هي سارة، يعني عارفان كل شخصيات اللعبة حاليا الا يمكن سارة ماني متفصل فيها. طيب لحظة كيف فجأة انتقلنا على الـ 11 او ما بعرف. المهم ذكريات دخول الابيس، زونغلي ذكر اسمه ما لحقت اقراها بس اوكي. طب ما عم لحين اقرا، هدي شوي. لحظة شس لنشوف. الله الله، كل هادي بشان 40 بريمو جيم؟ هل توقعت تعطونا واحد اثنين بس 40؟ ليش كتير هالقد؟ مستحيل 40 بريمو جيم. عم يقول لك شارك هذا الشي اللي صار تبع المسرح مع 15 او مع 15 واحد يب، لحتى تحصل على 5 من هيدي بتطور لك الاسلحة. 5 مع 15 شخص فعلا، وبتاخد 20 بريمو جيم لأول مشاركة ناجحة. لا انتوا اكيد عم تمزحوا، والله ما بعرف هالشركة بشو عم تفكر، كنت مفكرهم عم يمزحوا الصراحة وما كنت مقتنع. هلأ في شي كتير مهم بعد ما خلصت تصوير المقطع انتبهت اني ما شرحت لكم اياه. هلأ اكيد كتير منكم عم يسأل شو هدول وليش في منهم مقفولين وليش لا. بكل بساطة هدول اشياء هل انت سويتها بعالمك او لا، او سويتها بطريق لعبك للعبة او لا. مثلا هنا عم يقلك انك صرفت اكتر من 10 ملايين مورا، فانا صارف 10 مليون مورا حسب لي اياها. اما مثلا هون انه هل انهيت الفلور 12 الشامبر الثالث واخذ كل النجوم من الابس، فلا انا ما عملت هالشي فما له حاسب لي اياها. مشان هيك الجوائز هي تختلف عند الناس حسب قد ايه هن فاتحين. هلا انا عندي 6 من 15، حسب ما فهمت الجوائز تختلف حسب قد ايه انت تحت فاتح، فانا عندي 6 من 15 مثل ما شايفين. بلعب لعبه من ايمته وبلعبها بشكل يومي وبصور عنها ومختمه وما بعرف شو، عندي بس 6. الله يعينكم. طيب سيف وشير. نفتح لسه ما فينا نفتح، تنسخه ومنروح ومننشه. اوه نسخنا اللينك 20 بريمو جيم، ما فيني ضل انسخه، ما فيني ضل انسخه. المهم خلينا نرجع، ما فيني اطلع يا بهون، اطلع
هيك انتهينا. هلا بنرجع بفوت بعد لي القصة مرة ثانية بس، وهي وصلونا لبريمو جيم مثل ما شايفين، 60 بريمو جيم، يعني حتى مو نص وش، اقل من نص وش، لانه النص وش بده 80، يعني هي 60 اقل من نص وش حتى. شكرا ميهويو من زونغلي، شكرا ميهويو. ما نزلوا شي تاني؟ لا ما نزلوا شي تاني. يلا الحمد لله 10 وشات، 10 وشات تفائلوا، هي يمكن تجي فيها شخصية 5 نجوم ما بتعرف. طبعا كلنا هون بنكون وصلنا لنهاية المقطع، بتمنى تكونوا استمتعتوا فيه. حبيت اكتشف الذكرى السنوية معكم شو حيعملوا فيها، وتوقعت انه كانوا عم يمزحوا بس للأسف طلعوا ما عم يمزحوا. رابط الانستغرام والديسكورد موجودين بالوصف، لا تنسوا تصلوا على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. كان معكم نجم من قناة فيشتو بلاك، سلام.